ونتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة تستعرضها لنا ليلى عمر. شكراً مصطفى، شكراً هبة، ونتواصل معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع تقدر ب 20.8%. وأوضح جهاز الإحصاء أن الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت في المركز الأول بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم القطن بقيمة 104.3 مليون دولار، ثم الفواكه بقيمة 76.8 مليون دولار. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات، أقيم مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة في محافظة الدقهلية، وذلك بشراكة استراتيجية بين عدد من الوزارات المعنية والهيئة العربية للتصنيع. بتكلفة 165 مليون جنيه وبطاقة استيعابية تقدر ب 640 طنا يوميا، تم تشغيل مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة في محافظة الدقهلية، والذي تم إنشاؤه بتكنولوجيا ألمانية هولندية. يأتي إنشاء وتشغيل المصنع في إطار التوجيهات الرئاسية بالإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات، بشراكة استراتيجية بين عدة وزارات منها التنمية المحلية والبيئة والتخطيط. احنا بدأنا من 3 سنين تقريبا خطة طموحة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة في محافظة الدقهلية. بدأنا برفع المقالب العشوائية اللي موجودة في المحافظة اللي تكونت على مدار عشرات السنين. المقالب العشوائية دي طبعا كان لها تأثيرات بيئية سلبية كبيرة جدا بتنتج عن التحلل الهوائي للمادة العضوية وانبعاث غاز الميثان، وزي ما احنا الناس عارفة ان غاز الميثان ده تأثيره على الاحتباس الحراري بيكافئ 21 مرة ثاني أكسيد الكربون، فتأثيره عالي جدا على في تكوين الاحتباس الحراري. مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية تعمل على تعزيز القدرة المؤسسية للمنظومة في المحافظة لإحداث تحول جذري في اتجاه اقتصادات خضراء، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة في الدقهلية وإيجاد فرص استثمارية وتشغيلية للكوادر الوطنية في برنامج البنية التحتية وعقود التشغيل والإدارة والتطوير المؤسسي للمنظومة. المصنع ده مقام على 54 ألف متر مربع لاستقبال 7 مراكز. الطاقة الإنتاجية بتاعة المصنع ديت 600 طن يوم أو حوالي 35 طن في الساعة، مصمم على انه يشتغل شيفتين. الهدف من المصنع ده هو استقبال المخلفات الصلبه والقيام باعمال التمزيق بتاعتها، وبعدين عمليات الفرز واستخراج اللي هي المفروزات اللي هي اللي نستفيد بيها. الدوله تشهد تنفيذ مشروعات جديده في جميع القطاعات الخدميه للمواطنين، حيث تبذل جهودا كبيره خلال المرحله الماضيه لتنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عددا من اللقاءات في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مؤسسات الأعمال والمؤسسات البحثية والفكرية والمسؤولين بوزارة الطاقة ونواب الكونغرس الأمريكي. وخلال لقاء المائدة المستديرة مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، ألقى الملا كلمة سلط فيها الضوء على جهود مصر في تأمين جانب من احتياجات أوروبا من الطاقة أثناء الأزمة العالمية، استثماراً لدورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، موضحاً أن التحديات الراهنة في أسواق الطاقة العالمية أثبتت أهمية الجهود المصرية الاستباقية منذ عام 2018 لإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط وما نتج عنه من تكامل إقليمي فعال في تسريع وتيرة تنمية موارد الغاز واستغلالها بالمنطقة.
أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها بعد بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية، وارتفع خام برنت 1.5% إلى 82.78 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط بما يعادل 1.3% إلى 76.68 دولار للبرميل، وصعدت أسعار المازوت عالمية بنسبة 4.22% لتصل إلى 2.78 دولار للتر، وفي المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.44% لتسجل 2.43 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن صندوق النقد الدولي عن تخصيص 73 مليون دولار لصالح الكاميرون من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية ليوندي. ووفقا لبيان للصندوق، يأتي صرف هذا المبلغ في إطار برنامج اقتصادي تبلغ مدة 3 سنوات وقعته الكاميرون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، مضيفا أنه في نهاية البرنامج يتعين أن تستفيد الكاميرون من حوالي 689.5 مليون دولار. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمصطفى وهبة لاستكمال النشرة، إليكم من جديد. أشكرك ليلى.